الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم في رحلة جديدة مع سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف للإجابة على تساؤلاتكم والوقوف عند نقاط مهمة في المجتمع من الرؤية الدينية. سماحة السيد السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وساكم الله بالخير وتقوى الله مالكم أجمعين إن شاء الله. شكرا جزيلا سيدنا، الله يحفظكم. إذن بإذن الله تعالى بعد 10 دقائق أو أكثر بقليل راح نبدأ باستقبال مشاركاتكم وأسئلتكم وطرح ما تودون طرح إن شاء الله من خلال الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة، وأيضا بإمكانكم أن توجهون كاميرا الجوال على الكود اللي ظاهر أسفل يمين الشاشة للدخول إلى تطبيق المجيب والاطلاع على الإجابات التي سبقت هذه الحلقة بشكل واسع إن شاء الله تعالى. سمعت سيد موضوع في غاية الأهمية، نقدر نسميه بالنفاق الاجتماعي. بعض الناس يستسهلوا يعتبروه هي فاكهة المجالس، إنه 2 يقعدون مع بعض أو أكثر يذكرون طرف ثالث بالسوء، وبعدين نفسهم دولة إذا تفرقوا وراحوا ويا هذا الطرف ذكروا الطرف الغائب بالسوء، وكأن الموضوع عادي جدا. يعني نتحدث عن خطر هذا الأمر ووجهة النظر الدينية، هي ما نقدر نقول وجهة النظر الدينية، هي الرؤية الحقيقية لهذا الفعل. سيد أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أحسنتم. قبل أن أجيب على سؤالكم الكريم أنوه للأخوة المشاهدين وهم يشاهدون البرنامج والأذان قد ارتفع قبل دقائق، نعم، وقت فريضة الصلاة ووقت فضيلة الصلاة، قد يستغرب البعض أنه كيف برنامج ديني في وقت الفضيلة والفريضة. في واقع الحال إخواني هذه السياقات على حال خارجة عن إرادتنا، ولذلك حاولنا أنه نغير الوقت. إن شاء الله سيكون يوم الجمعة الساعة الثامنة حتى يكون بعيد عن وقت الصلاة. فإن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم سيكون يوم الجمعة الساعة 8 برنامج. أحسنتم التنويه. الأمر الآخر فيما يرتبط بسؤالكم الكريم، في واقع الحال مشكلة الإنسان الآن أنه كما وصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أيها الناس أنكم أصبحتم في زمن عنود وفي دهر كنود يعد فيه المحسن مسيئة ويزداد الظالم فيه عتوة. الأمير صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى حقيقة أنه الزمن اللي احنا نعيشه زمن انقلاب القيم، المحسن مسيء والمسيء محسن. نعم. إنسان منضبط فاشل، إنسان نزيه هذا على حال لا ينبغي أن يكون، الإنسان الفاضل الإنسان العالم هؤلاء مرفوضون في المجتمع. نعم. لذلك الشخص التافه والفعل التافه، إنسان المنحرف السارق المدلس، هو يتصدر التواصل الاجتماعي والقنوات والبيجات إن صح التعبير. وهذا شاهدتموه أنتم بعض الأشخاص الذين في واقع الحال لا يسوون فلسا من الناحية الإنسانية والقيمية والأخلاقية، بل مبتذلين بمعنى الكلمة أخلاقيا وساقطين أخلاقيا، ولكن شوفوهم كيف يتفاعلوا معهم الناس حتى يعدوا حسب تعبيرهم ترند المجتمع العراقي. وهذا انقلاب في القيم، هذا انقلاب في القيم. لذلك انت تشوفه يجي يقعد معاك ويتكلم معاك عن غيرك، ويذهب إلى غيرك يتكلم عليك، ويذهب إلى الثالث يتكلم عليكما، ويأتي إليكما ويتكلم على الثالث. فصار كأنما الاحتيال والنميمة والغيبة والكذب والتزوير هذه صارت من الخصائص الإنسان الناجح. شطارة. أحسنت، خصائص إنسان ناجح، عفية بيك،
شلون أنت كلهم جمعتهم؟ الإنسان ما يقدر يجمع بين السيئين إلا أن يكون سيئا، ولا يستطع أن يرضي المنحرفين إلا أن يكون منحرفا. هذا واضح. وإلا أمير المؤمنين صلى الله عليه، ما الذي جعله أن يكون في هذه الزاوية الحرجة؟ ما أبقى لي الحق من صديق. أحسنتم، ما أبقى لي الحق من صديق. الحق عندما أريد أن أمشي باتجاهه وأسير بمنهجه فلن يرضى عن الناس. ولا تستوحشوا من طريق الحق لقلة سالكي. فلذلك أيها الأصدقاء، مجتمعنا لما يشوفون المتملقون والمنافقون والإزدواجيون والانتهازيون والمزورون المرتشون، هؤلاء يتصدرون المسرح، يتصدرون الإعلام، يتصدرون الصفحات، يعلم أن هالشكل المجتمع في خطر وفي انحدار. شوف أصحاب الفضيلة، أصحاب الكلام، أصحاب الأخلاق، أصحاب كذا، منبوذون. خلصنا من العمايم، خلصنا من كذا، ذولا ما الذي فعله؟ لا يهم، يهم أن واحد يفرفش، واحد يضحك، واحد ينتهز، واحد يحصل، هذا واقع. فلذلك انقلاب القيم هو الذي يؤدي إلى ما ذكرتم جنابكم. زين سيد، سبب هذا الشيء وين؟ ما هو السبب؟ لأن القيم تنقلب والناس علي حال تنسلخ عنهم الأخلاق والفضيلة، شنو السبب؟ الجواب، الجواب السبب الحقيقي هو تركنا لفرض إلهي كبير، فرض من فروض الشرع المقدس وأهم فرض على الأطلاق. هسه واحد يستغرب يقول سيد اليوم شنو هذا الفرض المهم اللي أهم على الأطلاق؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحسنتم، في حين أنه الناس يصورون أنه الصلاة، نعم الصلاة عمود الدين، ولكن الصلاة ما كانت إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. الصوم ما كان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إحنا لما نترك الأمر بالمعروف ونترك النهي عن المنكر بلا إشكال، كما قال أمير المؤمنين، بل إن تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. لما يولى علينا شرارنا، لما يتصدرون المسرح أشخاص فاسدين وفاشلين، فهو يرجع إلى من؟ إلى تقصيرنا إحنا. الأب لما ما يقول البت بابا هذا الهندام ما يصير تطلعين به، هذا الفيلم مو صحيح تشوفيه، هذا المقطع حرام تروجي له، يا ولدي هذا الشاب اللي أنت عندك علاقة معاه هذا شاب لا ينبغي أن شنو أن تمشي معاه، هذا الاتصال ما لازم يكون، هذا التواصل ما لا. عندما الأب لا يقوم بمسؤوليته والأم لا تقوم مسؤوليتها، والأستاذ في الجامعة لا يقوم بمسؤوليته، الرجال الدين لا يقوموا بمسؤولياتهم، والدولة والسلطان لا يقوم بمسؤولياته، في النهاية تشوف المجتمع صار في نوع من الفوضى الأخلاقية الكبرى. سيدنا اللي يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر اليوم في مجتمعنا يجابه بهذه الكلمة اللي دائما تتكرر، أنت مو وصي عليها، أكو من يحاسبها، أكو من يحاسبها، الله اللي يعرف بالسرائر، أنت حير بنفسك، كيف يرد على مثل هذه الأقاويل؟ في واقع الحال هذا عادي جدا، يعني نبي الإسلام الذي قام بوظيفته اتجاه المجتمع في تبليغ الرسالة كان يقال له أنه أنت شنو دخلك الموضوع، وأنت إنسان على حال انتهازي، أنت واتهم بالسحر، بالكذب، بالدجل، بالجنون، بكل شيء اتهم. عادي الإنسان المصلح، الإنسان الذي يريد أن ينصح الناس، لا يقال له تفضل هذا بساط الأحمر نفرشه لك. خلينا نناقشها سيدنا. بلي. أنت مو وصع عليهم، أنت حير بنفسك، أكو من يحاسبه، كيف يرد على هذه؟ اللي يحاسبه منه الله؟ نعم. الله هو أنطاني هيك مسؤولية. كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شوف شلون بيان؟ واضح. الله يجي يقول بابا أنتوا واحد ولي بعضه، أولياء بعض، أنا مسؤول عنك وأنت مسؤول عني. والنبي الأعظم قال كلكم
راعي وكلكم مسؤول وياي له. فلما تبين له قد هذا ما يفهم غافل يعني اكو تلقين من برامج فاسده من مقاطع مشوهه، تحاول تقول لهم يا جماعه الحريه الشخصيه والحريه الشخصيه وما حد يدخل احد كذا. زي الحريه الشخصيه الان اللي شفتوه انتم هاي اول امس بلدنا مجلس النواب يسوي له فرد على حال فت خطوه جيده وشرع قانون ضد البغاء وضد الشذوذ الجنسي. زين هذا قيمنا لو مو قيمنا؟ اكيد مجتمعنا لو لا طبعا. قانون القانون دستور يقول انه اي قانون اي شيء يخالف الاسلام مرفوض، يعني شرعوا ما يوافق الدستور. شوف الاخرين سووا، شوف الاخرين الاوروبا وغير اوروبا شنو سووا، هددوا لا وهذه مخالف للحريه الشخصيه وهؤلاء الشباب راح يكونون شنو في خطر والشاذين راح يتهددون. عجيب، هاي حقوق الانسان. وهذا ما يجري في غزه شنو؟ قتل الاطفال يوميه 100-130 شخص يقتل، هذا شنو؟ لا ذاك عليه اسكت احسنت. فاقول اكو شيء اسمه سقوط اخلاقي، سقوط قيمي، سقوط انسانيه. فلا بد المصلح الانسان الذي يريد ان يوجه الامه الى الخير لابد أن يضع أمام عينه أنه لا يرحب به، لا يرحب به. وأقول كلمة خذوها مني شبابنا وأصدقائنا، خذوها مني، إذا أي واحد يرشد المجتمع يوجه المجتمع يتوقع أن الناس يهلهلوله ويصفقوا له ترى واهم ومتوهم، ما حد يصفق لك وما حد يرحب بيك، ستشتم وستضرب وستعارض. ليش؟ لأنك جاي تسبح خلاف التيار. لما تسبح خلاف التيار الاجتماعي اللي هو زاحف باتجاه الغلط، زاحف باتجاه طبيعي. يعني أنا يألمني أستاذ مرتضى، يألمني جدا. شنو اللي يألمك سيد؟ اللي يألمني أنه أشوف مقطع وحدة فاسدة وتقول أنا فاسدة، هي اللي قاعد وياها يقول ليش انت تسوين هالعمل الفاسد؟ قال انا غلطانه بس انا على حال جاي امشي عائلتي، اخوي جاي يدرس، اختي جاي تدرس، وانا لازم امشيهم. يعني بالفساد والبغاء تمشي عائلتها، بس هذه تعترف انه غلطان وكذا. شوف التعليقات، نعم شوف التعليقات، ايه خطيه مسكينه، وانتوا شوفوا يا ناس، شوفوا الناس شلون على حال يفكرون بعوائلهم. يعني البغاء والفساد يبرر؟ هذا شكيد لازم يكون واحد بعيد عن القيم، بعيد عن الدين، وبعيد عن الانسانيه حتى ان يبرر للي هو يقول انا غلطان. نعم يقول شوفوا شلون يعترف غلطان بس خطيه، فلا تحجون عليها، لا تحجون عليه. المفاهيم انقلبت جدا. واحد لطيف من هم فاسد طبعا قال حكاية، قال الآن اللي ياخذ رشوة شاطر، واللي يزور شهادة ذكي، واللي عليه حال يلوي عنق القوانين ويمشي أموره هذا ناجح. شوف أما الإنسان يمشي عدل كذا ويشوف هذا جد إنسان متأخر وكذا. فشوفوا يا إخواني، أرجع إلى العنصر اللي قلته، الأمر معروف عن المنكر. ولذلك شوف أئمة المسلمين وعلى رأسهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فدى بكل شيء، بكل شيء فدى وضحى حتى يبني هاي القيم، حتى يبني هاي القيم. وإلا قريش ليش حاصرته في شعب أبي طالب 3 سنوات حتى سمي بعام الحزن؟ مات فيه عمه أبو طالب كفيله، ماتت فيه زوجته خديجة أم المؤمنين عليها أفضل الصلاة والسلام. ليش يا رسول الله؟ شوي تنازل شوي يطيهم. قال أبدا، والله لو وضعوا القمر في يميني والشمس في يميني والقمر في شمالي ما عدوته وما أترك هذا الأمر. شوفوا هذه لابد لها من تضحية، لابد لها من تتحمل. شو تسوي؟ سيدنا جاي يشتموك، وش اسوي؟ بلا اشكال يشتموني، وشتموا امير المؤمنين جدي، شتموه
جدي شتموه وعلى منابر المسلمين وعلى منابر المسلمين وفي صلاة الجمعة. الحسين قتلوه شر قتله. على شنو؟ قال إني لم أخرج عشرا ولا بطلا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أن آمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر. هذا بس ما خلوني. فطبيعي أيها الأصدقاء، هذه رسالة لجميع الشباب المتدين. نعم. جميع الشباب الرسالي، الأخوات المتدينات، أنه يا أخواتي يا أولادي، حاولوا أن تلقنوا أنفسكم أن طريقنا طريق صعب، إن أمرنا لصعب مستصعب. هذا حديث. نعم. لصعب مستصعب لا يتحمله إلا نبي أو وصي أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان. فلذلك نقول سيدنا مو احنا نريد نصير متدين بس بشوية نريدها أريحية. ماكو أريحية، واقع ماكو أريحية. شوفوا نهج البلاغ شلون أميرني يتكلم، كنا نقاتل أبناءنا وإخواننا، قاتل إيه بلي في سبيل الدين. فأكو شيء اسمه قوة وصبر. سيد الله يروح يفسر الكلام إنه إحنا نلغي الأريحية في الدين والتعاطف مع لا الآخرين. لا 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 لا، نلغي المجاملة على حساب الدين. واضح. نلغي التنازل عن القيم في سبيل المصالح. نعم. نلغي شيء اسمه على حال أسكت عنهم ليسكتوا عنك. نعم. هذا ما مقبول. أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم قال يا جماعة أكو شيء اسمه حق وباطل، لابد أن يكون إنسان حقاني ويدافع عن قيمه. ولا تنسون يعني اللي يشوفوه الآن ينالون من مرجعيتكم، ينالون من حوزتكم، ينالون من شعائركم ولكن هذا لابد أن احنا ندافع عن شعائرنا وندافع عن مبادئنا وندافع عن حوزتنا، ندافع عن علمائنا، ونوقف وياهم، نوقف وياهم أمام الباطل. أما الانجرار وراء هذا النوع من على حال الشيء الموجود وهو الهجمة الثقافية والهجمة الإعلامية، لابد الإنسان يكون قوي. أحسنتم سيدنا، الحديث مهم جدا بتشعبات كثيرة، يعني كنت أتمنى أنه الحلقة كلها نتحدث بها عن هذا الجنب، ولكن هذا حكم الوقت في هذه الحلقة. شكرا جزيلا جناب السيد. حياكم الله وبارك الله بكم. إذن على بركة الله نبدأ باستقبال مشاركاتكم إخواني الكرام، تطرحون ما تودون طرحه بدون يعني تحديد معين. نأخذ أول المتصلين والمتصلات. الأخت الكريمة أم علي، تفضلي أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسمعكم السيد. نعم. سؤالكم أختي. أي والله سيد، أنا متزوجة من 23 سنة تقريبا، وعندي بنات اثنين، وزوجي ظالمني وقادمة تبعيوني، والله أجلكم الله، حتى حذاء وجواري بعنزعه وألبسه، هم دار يتبعيوني وهم قاطع عني المصرف وظالمني ويغلط علي، احترام ماكو. نعم. اي والله سيدة كلش مظلومة وياه، تعبانة وياه، وانا علوية وخايفة الله، وش اللي اريد اسويه؟ وما اشكي ولا احكي ولا اقل للاهلي، حتى حارمني، حتى هاجر من الفراش تقريبا صار له سنة ونص. زين ام علي، نقدر نسأل هو ليش يعاملش بهاي الطريقة؟ هو بضحدي يعني، ما ادري والله ما ادري. انا يعني حيل محترمة، طيب شو اللي اريد اسويه لك؟ بس ما ادري والله، لان ما عندي ولد، انا مخلصة بس بنات اثنين، ودائما يعيرني بالخلفة، ودائما يعيرني بالولد، ومأذيني وهاجرني، وهذا كله لا احكي لا احكي لاهلي، حاطة عين بعين الله، وانا اريد نسيد اسوي لي حل، لا احكي لاهلي ولا يعني كل شيء ما احكي. زوجك يسمع البرنامج؟ ام علي زوجك يسمع البرنامج ولا لا؟ لا ما يسمع، ما يدري، ما قايلت لي. ان شاء الله تسمعين الجواب يا ام علي. تحياتي لحضرتك وشكرا جزيلا على اتصالك، بصراحة ابتلاء كبير يا سيدنا. نتحدث عنه إن شاء الله بعد ما نأخذ اتصال من الأخت، أو عفوا انقطع اتصال الأخت، الأخ حسين. تفضل يا حسين. حسين تفضل عزيزي أنت. ألو. حياك الله أخويا. يعني ممكن سؤال اتصال من سيد؟ تفضلوا نسمع سؤالكم. سؤالك حسين بس يعني وخر عن التلفزيون، اسمعني بس من التليفون او تطفي التلفزيون او تروح لمكان ثاني. تفضل سؤالك. يعني صار على مود التسويق مع الحنطة. نعم تسويق الحنطة.
على مود الحنطة، فعندنا الحنطة تعرف بها أولى وثانية وثالثة. نعم. لا وخر عن التلفزيون، لا تسمع عن التلفزيون لأنه قاعد يأثر على الاتصال حسين. ما تمشي. يعني تحياتنا للأخ حسين، يعاود الاتصال مرة ثانية إن شاء الله، وهذه هم يعني طلب من الأخوة الكرام المتصلين. إذا تسمع صوت التلفزيون وتنتظر أنه تسمعنا من التلفزيون ما راح نقدر نكمل اتصال وياك لأنه ما يكون صوتنا واضح. من تتصل أخذ تليفونك وروح لمكان ثاني أو نص الصوت بشكل كامل. أم سجاد تفضلي. أبو سجاد عفوا، تفضل أبو سجاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون سيدنا شلون صح؟ حياكم الله بارك الله فيك. تفضل أبو سجاد. السيد أنا عدي محل وما عندي فلوس، سحبت واحد ابو مكتب يعني حوالي 30 ورقه يعني بالدولار. نعم. وجاي اسددها يعني كل اسددها يوميا اعطيه 45 لمده 100 يوم. يعني هاي بيها اشكال شرعي؟ لمده 100 يوم، زين يعني الى ان يصير 100% نفس المبلغ لو اكثر. لا يعني هم مثلا انا صاح من 30 ورقه اصير مثل بالدولار قبل يوم مثلا اصرفهم يعني من الدولار العراقي واروح اشتري بهم دراهم بس يوميا 45 لمده 120 يوم. سؤال ابو سجاد، انت مشتري من عنده ورق بفلوس عراقيه بالاجل؟ لو انت قايل له انطيني دولار واني شويه شويه اسددك بس اكثر من المبلغ اللي انت مسددني، خلي افهمك. اي نعم يعني انا يعني ما هو من 30 ورقه اصرفهم بالعراقي واسدد من خلال 120 وما اسددهن. ايش قد يصير لما اسددهن؟ حاسبين لو لا؟ اي يعني يصير فوق فلوسه تقريبا ياخذ عليهم يعني بالمليون تقريبا. ان شاء الله تسمع الجواب اخوي، تحياتي لك وشكرا جزيلا. نمر اول شيء سيدنا على سؤال الاخت ام علي، او هي شكوى بصراحه، شلون تعلقون عليها؟ متصل الأول تكلمنا عنه؟ هي أم علي سيدنا. أم علي. شنو قالت؟ اللي هي مظلومة من زوجها سيد. شوفي باب أم علي، إحنا سمعنا إلك والسماع إلك هذا من حقك أن نسمع صوتك، ولكن لابد أن نسمع زوجك شنو يقول. إحنا ما ندري إنصافا، وأنا عفوا هذا مو قدح فيك يعني، بس إذا نريد نحكم بين طرفين لابد أن نسمع الطرفين. نعم. ولكن احنا بغض النظر عنك يعني بغض النظر عن مشكلتك، اقول هل من الانسانيه ان الانسان او الزوج او الزوجه اذا شاف الطرف الاخر يخدمه ويحبه ويقدم له كل اللي يريده وهو يكون جافي ويكون ظالم، هل هذا يعني هل هذا يقبله الانسان او ضمير الانسان؟ اذا زوجتي هي حسب تعبيرها انه حتى جرابي هي تنزعه، شي يريد بعد هذا الرجل؟ ولكن يظهر والله العالم يظهر أنه ما متفاعل معه، يعني ما منسجم، ما يحب. 23 سنة صار لهم ما يحبها، في حالة عدم انسجام وعدم محبة. وبعدين يلومها ليش أنت تجيبين بنات، علميا أن البنات هي بسبب الحياة من الرجل، ها يعني حياة من الرجل هو اللي في واقع من عند البنات. نعم. واضح. فعلى أي حال احنا نجي ندب اللوم على اخرين بهالطريقه هذه لا يقبلها شرع ولا يقبلها دين. ولكن تقول انا ما مقايل لاهلي، وليش بتقول لاهلك؟ ليش 23 سنه انت متعسف عليكي وانه بهالطريقه هذه ما تقولين؟ ليش ما تقولين؟ قولي بابا، قولي هذا ظالمني، يعني خلي يكون في الكلام يابا، ليش تظلمني؟ ليش انت هيك تتصرف معاي؟ فيعني خبري أطراف خلي يحلون المشكلة. لا. أما تبقين تاكلين بنفسك وتاكلين بنفسك وأنت كذا سنة واحدة هاجر السرير، زين أنت شنو؟ خدامة، عبدة، مربية للأطفال، شنو أنت؟ أو شريكة حياة. بعض الأحيان أستاذ مرتضى، بعض الأحيان إنسان هو ينطي للآخر مبرر أن يظلم أكثر. أنا لما أسكت عن حقي الظالم أكثر يأخذ حقي، أنا لازم أتكلم وقول لهم، قول لهم يابا أنا هالشكل جاي تصرف معي، حتى يكون هناك صورة حل. أحسنتم سيف. حسين تفضل، عودة الاتصال أخي حسين. عيني على مو بدنا التسويق ما تنطف زين الأولى والثانية والثالثة، فما تمشي الحنطة تمشيها أولى، إذا ما تنطي عليها بالسايلو تنطي عليها بالسايلو رشوة يعني فلوس.
فلوس حتى تمشي أولى. نعم. يعني شنو تمشي أولى؟ بس حسين فهمني يعني شنو تمشي أولى؟ مواصلات هي يعني أولى، درجة أولى، ثانية، درجة أولى. زين، هي درجة أولى لو مو درجة أولى؟ لا هي طبعا مو درجة أولى. وأنت تنطي فلوس حتى يحسبوها درجة أولى؟ نعم. شكرا جزيلا. تسمع يعني كل اللي مارك واحد ما ينطق حنطة نهائيا. احنا شو علينا بيهم؟ احنا علينا بيك حسين، انت قاعد تسأل تثري تبرد انت كمام الله صح؟ نعم تمام. تسمع الجواب ان شاء الله. شكرا لك على اتصالك. اياد ويانا، تفضل يا اياد. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا شلونك؟ حياك الله بارك الله. الله يرحم والديك. سؤالك سيدنا الناجدك. نعم. احنا موظفين وامورنا تعبانة ونطالب من خلالكم التعديل سلنا من رواتبنا. نعم. ما كنت نجدون الدولة سيد، والله تعبنا. يا دائرة انت عياد، يا وزارة. احنا وزارة العمار والبلدية، مديرية مال مثنى. واضح واضح. شكرا لك على اتصالك وتحياتنا لحضرتك. ان شاء الله تسمع تعليق سماحة السيد على موضوعك. شكرا جزيلا. سيدنا الاخ ابو سجاد عنده محل، سحب فلوس من ابو مكتب، هو يقول 30 ورقة 3,000 دولار، ويقول يوميا انطي 45,000 دينار عراقي، يقول تقريبا الفرق يصير 1,000,000 دينار بالنهاية بنهاية التسديد. اكو حديث عن النبي العظيم صلى الله عليه واله، صلى الله عليه واله، قال انما يحلل الكلام ويحرم الكلام. نعم. يعني كلمة حلل وكلمة تحرم. إذا مرة قالت للرجال أنكحتك نفسي على مهر كذا، وقال قبلته، هذا نكاح شرعي وحلال طبعا بشرطها وشروطها طبعا بلا أشكال. وإذا قال أنه مثلا على حال أريد أن أمارس معك، فهذا الزنا ما يجوز. كلمة أنكحتك نفسي مع كلمة أمارس معك، هذا يجعل هذا حلال وهذا حرام. كلمة أقول بعتك الدولار بكذا، أو أقرضتك الدولار، سلفتك الدولار، أعطيتك الدولار، هذه الكلمات وهذه المقاصد هي تجعل المعاملة لو حرام لو شنو لو حلال. جنابك الكريم إذا أنت ماخذ الدولار كاش بشراء، اشتريت الدولار بالمدة وأغلى من سعرها، ما في مشكلة. أما إذا اقترضت الدولار، اشترى تقصد سيدنا بسعر سعر الدولار بالعراقي، سعر الدولار بالعراقي الآن 145. نعم. أنا أشتري أشتري 200، ما في مشكلة سيدنا، وهو 145 شلون 200 بالمدة، ما في مشكلة، هذا يسموه بيع بالآجل، ما في مشكلة. أما تقول لا اقرضني دايني 30 ورقة وأنا إن شاء الله أنطيك كذا، هذا ما يجوز. نعم. هذا لا يجوز. فالإنسان لازم يطبق على نفسه شنو القواعد. نعم أحسنتم سيدنا. يعني في حال البيع لا بأس إذا كان بغير عملة، بل الاقتراض بإشكال شرعي. بل أحسنتم سيد. أم محمد تفضل يا أختي الكريمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا مولاني، أنا ابني كان بالخامس إعدادي. نعم. الدراسة من أخذت أنه بالنت، أنا جبت له حاسبة كان هو ما يملك موبايل، بعدت عنهم. شو مسوي؟ مخلي مراية عمودية بظهر المكتب مالتي. نعم. حتى أتابع، أخاف ابني يتابع أشياء مو حلوة. نعم. هذا يعتبر تجسس وحرام علي، كون أنا يعني أتابع ابني من بعيد إنه شي باوع بالحاسبة. نعم. هو عنده موبايل حجية؟ لا ما عنده. تمام. شكرا لك على اتصالك أم محمد وبارك الله بيها. زين، لحد الآن أكو ناس مهتمة حتى لو واصل الخامس إعدادي، أكو ناس تتابع أبنائها وتحاول تتأكد. سيدنا قبل الإجابة على الأخت أم محمد، خلينا لطفا أنه نتسلسل بالأسئلة. الأخ حسين اللي هو يقول أنا من أبيع الحنطة، هي مو درجة أولى، بس أنا أنطي بالسايلو أو شخص ينطي بالسايلو فلوس حتى يكتبوها إلى درجة أولى، وبالنهاية ذي الكلام قال مو بس أنا كلها تسوي هيك. تفضلوا سيد. هذا موضوعة اليوم، بحثنا اليوم بداية الحلقة كان هالشكل، أنه الغلط لما الكل يعملونه أنا أجعلك كمبرر أنه سيدة كلهم هالشي، فأنا أيضا لازم أكون هالشكل، وهذا بحد ذاته هو غلط. الآخرين يغشون
فما دام الكل يغش فماكو مشكلة، اللي يزورون فإذا هذا ليس صحيحا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنت عليك بنفسك، أنت لازم تمشي عدل. حنطتك درجة ثانية قول درجة ثانية، حنطتك درجة ثالثة قول درجة ثالثة، درجة أولى قول درجة أولى. أما أنت تطفي فلوس حتى كذا، هذا واضح يعني أنت بينك وبين نفسك. هسه طفي الشاشة وأقعد فكر، أنت تجي تقول له يا بهاك 50,000 دينار اكتب درجة أولى، هذا شنو معناته؟ شنو معناته؟ معناته أيتها الدولة أنا جاء أقشمر عليك وجاء أزور عليك حتى أخذ منك فلوس ما أستحقها، لأنه الحنطة من درجة أولى هل قد سعرها، وأنا جاء أخذ مع العلم هي من درجة ثانية. لا. فبينك ما بين الله راح أشوف نفسك أنه نفسك اللوامة، نفسك الحية، راح تقول لك أنت غلطان، وهذا ما يحتاج روحة قاضي. حسنتم سيدنا. الأخ إياد طلب من حضرتك أنه تتحدث بموضوع تعديل سلم الرواتب، الناس يعني يرون فيك كل خير سيدنا، ولذلك همومهم حتى إذا ما كانت يهم الجانب العقائدي أو الفقه يطرحوها عليك. نعم، هاي يعني مشكلة أن الناس في واقع الحال يطرقون أبواب من يرجون منه أن كذا. أنا في واقع الحال نرفع أصواتنا ونقول للجماعة، يا جماعة أيها المشرعون أيها المسؤولون، فكروا بالشريحة الضعيفة في المجتمع. هذا الأمر وهي العدالة في توزيع الثروات، عدالة في توزيع على حال النعم الإلهية، هذه هي سبب بقائكم. الظلم ظلمات يوم القيامة وسبب انهياركم، فتعالوا فكروا. هذا سلم الرواتب وقانون سلم، هذه القضايا في واقع الحال أنا أتأذى لما أسمع أنه أكو رواتب نجومية لبعضهم، والرواتب على حال بخسة لبعض الآخر. أنا شون أسمح لنفسي أنا أشوف واحد مسكين 350 يأخذ 350,000، واحد مولانا يأخذ 14 مليون، شون أسمح لنفسي؟ هذا أليس هذا إنسان وذاك إنسان؟ هذا مو عنده مشاكل؟ فلا بد أصحاب القرار وأصحاب الشأن أن يفكروا في هؤلاء ويتقوا الله فيهم. أحسنتم سيدنا، لأننا يعني نلمس منكم دائما كل خير سيدنا، ولأن الناس أيضا يلمسون ذلك، وتشوف دائما هذه المطالبات تطرح في البرنامج. يعني الله يوفقكم لفعل الخير دائما إن شاء الله. نأخذ اتصال من كرار، تفضل يا كرار. ألو. تفضل عزيزي. صوتك مو واضح كرار، غير مكانك، صوت مو واضح. ولا غير مطالب فيها شبكة ضعيفة. أنا عندي خط خارج المحافظة. نعم. أليوك. نعم، خارج المحافظة. أشتغل بالداخل المحافظة. عندي إشكال. عيد السؤال كرار. أقول لك أنا عندي الدخلة عندي فيها أشتغل خارج المحافظة. نعم. ويصير أشتغل بالداخل. أنت شنو عفواً، أنت عندك تاكسي لو عندك شنو؟ سيارة عبرية. سيارة عبرية تشتغل برا الولاية؟ ايه. وتي تشتغل تاكسي داخل؟ ايه. واضح، حياك الله. ان شاء الله تسمع الجواب اخوي الكريم، شكرا جزيلا. اتصل من منو؟ عادل، تفضل يا عادل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا شلونك يا رافق؟ حياك الله حبيبي وسهل. الله يسلمك. بالكت سؤال للسيد الوقت. تفضل، سؤالك شنو عادل؟ سيدنا رحمه الله، عند قاع 117. نعم. اي بعته، اخذت مستثمر بعته عليه. نعم. اي طلع بلديه خوان باشكال شرعيه. يعني شنو 117؟ يعني 117 يعني على الطاب تقريبا. نعم، مو تقريبا، فهمني حتى اعرف شلون اطرح السؤال على السيد. عند قاع 117 بعت المستثمر بعتها. شنو 117؟ هذا قرار يعني؟ شنو معنى هذا القرار؟ قطع زراعيه. نعم. ايه 30 دونم. عقد عقد زراعة 117. عقد ايجار ولا اجار؟ سيدنا اجار 117 لمدة شقيد؟ هو اجار صار 50 سنة ساكنين بها. هي قطعة. واضح. ايه شكرا. بعت المستثمر راح يقسم القطعة اخوان الاشكال شرع سيدنا. ايه تمام. الفوضى في البلد هذا.
شكرا نعم. على اتصالك أخوي عادل، تسمع الجواب إن شاء الله من السيد بعد قليل. سيدنا الأخت أم محمد شايلة هم ابنها بالخامس الإعدادي، نقدر نقول حبة زيادة شوية، بحيث حاطة مراية على الحاسبة اللي يدرس بها، تعليقكم سيد. شوفي حجية، أنا أشكرك على اهتمامك بولدك وهو في سن المراهقة، ولكن مراقبة الأولاد على نوعين. مرة أنا في الواقع أنطي شحنات أخلاقية، أنطي دعم معنوي ديني حتى أزرع في نفسه حب الله والابتعاد عن الشيطان. هذا يسموه شنو؟ تربية الإنسان بشكل اللي هو يحصل على وازع داخلي، هو ما يروح وراء السؤال في التعبانة، هو بحد ذات. هذا أسلوب. أسلوب آخر المراقبة، مراقبة أنه لا يطلع عن الطريق كذا. بس حاولي في هذين الأمرين أن لا يشعر الولد، لا يشعر أنه أنت ما تثقين به. حسنت. إذا في يوم من الأيام الولد اكتشف أنه أنت ما تثقين به وأنت تتجسسين عليه، راح جدا يتأذى، راح يعتبرك أنت إنسانة على حال بالنسبة له متهمة، وإحنا ما لازم نشعر أبنا أنه أنت متهم، لا، أنت حبيب قلبي وأنت إنسان طيب ونزيه وحباب، أريدك تبقى على الطريق الصح. هذا هواي مهم، وحاولي أن لا تشعريه بهذا بذلك. وأفضل أسلوب هو الأساليب اللي الآن موجودة، أكو أعتقد جناب الأخ مرتضى هو خبير في هذا المجال، أكو برامج يسموها البرامج المراقبة الأبوية، أكو برامج تجعل نوع من الرقابة من خلال الواي فاي، أنه شنو المواقع الأولاد ما يطبوا لها أصلا، ما أعرف شو يمنعها أصلا سيدنا، يمنعها أصلا هذا الواي فاي، ما يستقبل المواقع الغلط. هذا ممكن تستفهمين تتعلمين من واحد حتى يسووها بدون أن يشعر الولد أنه هناك سوء ظن من قبل والديه. أحسنتم سيدنا، إشارات مهمة. نأخذ اتصال من الأخ الكريم أبو علي، تفضل يا أبو علي. سيدنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك سيد. سيد أنا يعني أبيع ورق، يعني مثلا أبيع 10 أوراق، أشتري مثلا 7 مليونين بالعراقي. نعم. وبالشهر يعطوني 250. نعم. أي سيد. بس بدي أسأل إنه أكو بيها إشكال شرعي. تمام، واضح سيدنا السؤال على حضرتك. بيع الدولار يعني؟ نعم، نفس السؤال السابق. تمام، تسمع الجواب إن شاء الله أخوي أبو علي. شكرا جزيلا. حياكم الله. سيدنا الأخ كرار سأل عن السيارة يشتغل بها داخل المدينة، هو من خارج المدينة. أنا مخلص فهمت السؤال حضرتك، قلت واضح السؤال. الأخ كأنما سيارته ضمن النقل العام خارج المدن، يعني الطرق الخارجية. مثلا عنده كية خارج، يعني خارج المدن تشتغل. وحسب نظامهم هيجي سيارات لازم تشتغل برا، ما تشتغل تاكسي حسب نظامهم. يقول يجوز لي أنا أشتغل داخل الولاية في خط معين أو كذا. في واقع الحال إذا ما يخالف الأنظمة ما في مشكلة، إذا يعني أنت ما مخالف وما يعاقبوك إذا شافوك ما في مشكلة، يشتغل لا إشكال في ذلك. أحسنتم سيد الأخ. ها عندنا اتصال أبو عبد الله، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ يا سيد، أنا موظف. نعم. سائق. نعم. ومتفرغ ويا مدير. نعم. يعني فالمدير يداوم يوم يومين بالأسبوع، ما يحتاجني يعني، بس أنا متفرغ وياه يعني ما بي إشكال. يعني انت شو وقت ما قال لك المدير تعال تروح، شو وقت ما قال لك ما محتاجك تظل ببيتك؟ زين سؤال، هذا المدير بالسبوع كله يداوم بس يوم او يومين؟ يعني هو بالدار يداوم مثلا يومين 3 ايام، وباقي شغله مثلا ما يحتاجني ما اداوم، يا من يحتاجني قل لي تعال. لا هيك سؤال بعيد عن موضوعك، يعني هو بقيت الاسبوع قاعد ببيته. هو مدير، يعني مدير مو مدير، يعني كانه مستشار. واضح، شكرا لك على اتصالك، تسمع الجواب ان شاء الله. شكرا جزيلا. ابو فاطمه تفضل عزيزي انت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام على السيد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو سعد انا موظف تقريبا في طوكيو. ما سمعت منك بس كلمه انا موظف، شنو وراها؟ مو واضح صوت كان. تقطع مسافه 20 كيلو. تقطع مسافه 20 كيلو. نعم 120. 120 نعم.
نعم بالنسبة لي لا أذهب من فترة لا أذهب زيارة كربلاء بغداد ترجع طلعتي غدا يومي زين أنت كلش قد تطلع يومية تروح هاي 120 كيلو نعم نعم يومية ما عدا أو سبت أو مرات حتى سبت أطلع صار لك إيش قد على هذا العمل تقريبا 20 سنة واضح شكرا جزيلا تسمع الجواب إن شاء الله شكرا أخوي أبو فاطمة طيب سيدنا الأخ عادل عنده قاع حسب ما ذكر 117 على قرار 117 وقطع زراعية 30 دونم يقول هي إيجار من الحكومة وأني بعتها المستثمر يصير له لا شون تبيعها إذا هي مال الدولة شون تبيعها هي أرض الدولة وتقول أنا عقد يعني مو مالتك 50 سنة مأجرة من الدولة الدولة تأخذ من عندك فرد إيجار رمزي وهاي بيتكم تجي تبيعها باع ما لا يملك ولا بيع إلا في ملك كما قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم فأنت متجاوز على أرض الدولة وذاك المستثمر شوف شقد ذاك شقد عنده يعني متنفذ في دوائر الدولة شقد منطي فلوس حتى جنس الأرض اللي هي زراعية مسويها سكنية حتى يسوي مجمع سكني كله فوضى فوضى في أمر البلد هذا وهذا لا يجوز شرعا يعني ما يجوزك أنت تبيع شيء اللي انت ما مالكه يعني شلون تبيع شيء مو لك يعني تقول سيدنا انا ابيع العقد العقد يسوى ابيع العقد وبيع العقد ما في اشكال بس الارض مو ما تقدر تبيعها الارض مو لك وذاك شلون يتصرف فيها وين الدوله الدوله وين هذا اللي انا يألمني انصافا وانا يعني ما ادري سيدنا اذا كان هو يتحدث عن مجمع سكني لو كان هو يبيعها قطع اراضي سكنيه اي يسويها قطع اراضي وسكنيه وكذا يعني هي هاي للأسف تجي قوانينهم تداريهم لا لأن أيام انتخابات تعالوا رتبوا كذا وكذا وحتى نحصل على أصوات للأسف الشديد أبو علي سيدنا تكلم على موضوع بيع الدولار بالعراقي وبالآجل نفس الكلام اللي قلناه يعني شوفوا دولار مثل هذا الدفتر هذا الدفتر بيش 1000 دينار الآن تعطيني 1000 دينار أطكية تعطيني 1000 دينار أطكية قل سيدة ما عندي 1000 دينار شو وقت تعطيني بعد الشهر أبيع ب2000 دينار يعني السعر الآجل أغلى ليش؟ لأن للزمن ثمن للزمن احفظوها للزمن ثمن كل ما الإنسان يتأخر في التسديد ترتفع سعر السلعة روح اشتري لك الآن سبلت يقول لك 400 دولار قل له ما عندي قال ايش قد تقسطها يا بقى قسط لك يا 6 أشهر 400 يصير 700 دولار عادي هذا مو ربا بيع بالآجل. بمدة ما في مشكلة فالدولار سلعة الدولار سلعة مثل هالدفتر هذا أحسنتم سيدنا بس اللي نفس بالنفس جنس العملة يصير بيه إشكال شرعي سيدنا يعني شنو يعني هو يأخذ من عنده دولار ويرجع له دولار لا شوفوا يعني البيع والشراء ما في مشكلة أما من نفس الجنس ذاك إذا كان سكر سكر أو حنطة حنطة أو طحين طحين ذاك ما يجوز واو. من جنس واحد من المكيلات والموزونات أحسنتم سيدنا أبو عبد الله الموظف السائق والمتفرغ ويا مدير ويقول هو مو دائم بعدين هو صححها قال مستشار هسه ممكن مستشار سيدنا منطقيا أنه مو دائما يداوم بس هو يسأل عن هو دوام الشخصي يعني هذا هم ضمن شو يسموه أنتو ضمن الترهل الإداري والترهل الاشتغالي شو يسموه أنتو الآن للأسف جيبوا وظف جيبوا وظف حتى الناس لا يطلعون مظاهرات إخواني هذا مو إدارة بلد أنت بس توظف الناس اللي هو مترهلة واحد شافني بالشارع الله شاهد قال سيدنا أنا باليوم أداوم بالشهر أداوم يومين أداوم قلت لها اليوم شو تسوي قال يوم أروح حسب تعبير راوي وجهي يوم أروح أستلم الراتب هذا جريمة لموارد البلد وهذا النوع من الترهل إنصافا أكو ما كان 6 نفرات بحاجة إلى 6 موظفين تدرون الله شاهد قال لي سيدنا إحنا حوالي 36 واحد يعني 30 واحد زايد هذا كارثة وراح نشوف لا سمح الله نشوف لما ينزل النفط لما كذا ذاك الوقت راح نفتهم أنه ما نقدر ندير البلد وراح يصير فوضى أي نعم هذا الأخ يقول أنا شو أسوي هاي وظيفتي أنت ما عليك شيء حبيبي أنت ما عليك شيء بس الشيء وين على المسؤولين والمشرعين أحسنتم سيدنا الأخ أبو فاطمة الموظف اللي يوميا يقطع 120 كيلو يقول من أروح لبقية المدن شلون يوميا يقطع 120 كيلو صار لسنين طويلة يعني وش قيد يبقى هناك
يوميا سيدنا يوميا يروح ويرجع كثير سفر هذا نعم يصلي تمام يصوم حتى تروح إلى نيكاراغوا نعم سيدنا كل مكان يصلي تمام يصوم طيب في نهاية هذه الحلقة سيدنا هل من توجيه معين حضرتك تحب الذكرى هل هناك نقطة مهمة تحب تسلط الضوء عليها يعني عندنا فسحة ثلاث دقائق تقريبا شوفوا هات للدقائق أقدر أقول حكاية أعتقد هي صلب الموضوع اللي تكلمنا عنه في بداية الحلقة شوفوا أخواني إذا أردنا سلامة مجتمعنا وسلامة ذريتنا أولادنا وجيلنا وسلامة أنفسنا حتى لا نصاب بالكآبة والقلق والأذية والحسرة هاي السلامات الثلاثة إن صح التعبير سلامة المجتمع والجيل والنفس لابد أن نقوم بمسؤولياتنا الشرعية مسؤوليتنا الشرعية أن نقوم بعملية التنبيه والتحذير اللي نسميه الأمر معروف والنهي عن المنكر نبهوا الناس على الخير حذروهم من الشر أوقفوا الناس الغلط وحاربوا الغلط لما أشوف أكو غلط ناس من حاربة بطريقة أو بأخرى طبيعة الحال الحرب أيضا مو أنه تكسير وكذا لا بالإرشاد والتوجيه وكذا هذه يعني أنه لابد أن نعمل شيئا أما تقول سيدنا ما يفيد لا يفيد ولو كلمة واحدة تفيد ولو كلمة واحدة ولا يهمني الآخرين شي يسوون أنا علي أن أسوي اللي علي فإذا كل واحد قال أسوي اللي علي كل المجتمع صار شنو يتحمل مسؤوليته فنحن بحاجة أيها الأصدقاء على أن نحافظ على سواء واحد يقول سيدنا شو يخصني بالآخرين أخي المجتمع لو ينصلح أنت ترتاح المجتمع لو ينصلح أولادك في أمان هذا الأمن الاجتماعي الأمن الاقتصادي الأمن الفكري الأمن حسب تعبيرنا التربوي هذا كله مبني على أن نتحمل مسؤوليتنا إحنا بعضنا البعض إحنا عايشين في سفينة كبيرة في البحر إذا كل واحد يخرق منا نخرق وهذا يكسر منا سفينة راح تغرق فلا بد كل واحد يدير باله لا يخلي واحد يعبث لا يخلي واحد كذا لأننا نحن في الواقع معرضون للغرق معرضون للسقوط نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا عن نومة الغافلين ويوفقنا لأداء مسؤولياتنا الشرعية أحسنتم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف عميق الشكر والاحترام لحضرتك شكرا جزيلا جناب السيد سهل الله أمركم بارك الله بكم الله يحفظكم سيدنا في النهاية نريد أن نذكركم إخواننا الكرام أخواتنا الكريمات إلى أنه موعدنا ابتداء من الأسبوع المقبل يعني مو هذه الجمعة الأسبوع المقبل الجمعة اللي بعدها راح يكون موعد البرنامج كل جمعة إن شاء الله الساعة 8 مساء تقبلوا تحيات كادر العمل شكرا في رعاية الله وحفظه